ديالنا هو ان شاء الله نزيدوا بهذا الفريق اللي قدام. وكيف تشوفوا انتم كتشوفوا الفريق الكبار اللي ارتأنا باش نجي يكون معنا السي قرواش عزيز تا هو باش نتعاونوا ان شاء الله ونكونوا ان شاء الله ونشوفوا حتى الفئات الصغرى ويكون واحد التعاون اللي ان شاء الله يصير بهذا الفريق الامام. و كيشتو المقابله الثانيه كان مشاكل بلا ما نذكروهم، وحنا حيت ما راضينش على داكشي اللي وقع وهذيك المقابله وداك المستوى اللي كنا فيه، وهادشي اللي صار طائنا باش ان شاء الله مع المكتب المديري باش ان شاء الله الطاقم التقني تعزز ونتعاونوا ان شاء الله، وميم طون نشوفوا الفروق الصغرى اللي غادي يكونوا ان شاء الله هما اللي نكونوا بهم خلاف الفريق الكوكب المراكش ان شاء الله. في الحقيقه لقينا صعوبات ولقينا بعض الحلول كفريق القسم الثالث اللي درنا واحد الكوكب المراكشي الفريق القسم الثالث اللي هذوك بحال هذوك لي زيسبوار ديالنا يلعبوا فيه اللي تما اللي تمكنوا ان شاء الله من باش يديروا مقابلات في رجليهم ويكونوا ويكتسبوا خبره. حتى هذا بعدا راه الحمد لله راه التجربه اللي غادي تكون ان شاء الله ناجحه، وتبارك الله انتم كتشوفوا هذا العام عندنا فيكتيف مزيان تاع لي زيسبوار وغادي نحاولوا. الحقيقه كاين واحد المشكل كبير في هذه القاعات اللي خاصين، ولكن كنحاولوا ما امكن ما علينا نديروا لان الجائحه جات من عند الله تبارك وتعالى ما يمكنش نديروا شي حاجه اللي غيرها. كنحاولوا نسجموا مع شي ايوا الاناث الحمد لله هما غاديين مزيان، وان شاء الله حنا المهم حنا كاداره تقنيه هو نساعدوا هاد المدربين، وخاصه هاد المدربين دابا اللي ماشي من مراكش نساعدو ونسهلو لهم المأمورية ونعاونوهم ونشوفو إن شاء الله لي ريكروتمون ونشوفو تا دوك الفئات الصغرى تاع البنات باش يطعم الفريق إن شاء الله والفرق، وحنا كنعاونوهم من ناحية الإحصائيات من ناحية كلشي إن شاء الله. الحاجة اللي كانوا محتاجين لها المدربين إحنا على لا تاع الكبار لا تاع الصغار لا تاع الفريق القسم الثالث راه غادي نعاونوهم فيها إن شاء الله من ناحية الإحصائيات من ناحية المعلومات اللي بغاو من ناحية كاع الحاجة اللي يحتاجوا لها. هذا هو اللي يمكن نديرو ان شاء الله ولله التوفيق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الالتحاق ديالي بنادي كوكب المراكشي جاء بناء على رغبة مكونات النادي لاجل انطلاقة جديدة واتمام العمل اللي قام به المدرب السابق الكوتش عبيد اللي يمكن الظروف ديالو ما ساعدتوش باش يكمل المسار. كنظن بان هذا الفريق اللي عنده طموحات، غنحاولوا ان شاء الله ان الامور تمشي في الاتجاه الصحيح ونحققوا الامل ديال جميع مكونات النادي مراكش ان شاء الله. كنظن بان كل مقابله حنا ما تلعبوش جميع المقابلات، كنلعبوا كل مقابله الان كنحاولوا نستعدوا المقابلة المقبلة إن شاء الله. باش غنسالي المقابلة المقبلة غندخلوا المقابلة يعني أونجو ماتش بار ماتش، ما كنزربوش، ما باغيش حنا نربحو كاع لي ماتش، مي نبغيو نربحوهم واحد ورا الآخر، سا سي تري امبورطون. تاني حاجة كنظن بأن اللاعبين خصهم يدخلوا في واحد الديناميكية جديدة اللي كنشتغل بها أنا مع الأندية اللي كنخدم معاها. الحمد لله لا بريمير سيونس عطات إشارات إيجابية، نحاولوا غدا عاوتاني في لا دوبل سيونس ديال الصباح والعشية أننا نزيدوا دو ترافاي تكنيك وتكتيك باش على اساس ان انطلاقا من الاسبوع المقبل كندخلوا في التحضيرات الفعليه ديال المقابله ديال السبت ان شاء الله.